بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 45 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جدة، وباعثها رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم عين. يسأل ويقول: أصلي بالناس في مسجد صغير بالحي، وأحيانا تقام الصلاة، وهناك من يصلي السنة الراتبة في الصف الثاني، ويبقى خلل في الصف الأول، أي فراغ للمصلي بالصف الثاني، فهل نأمر المأمومين بإتمام الصف الأول وإن كان في ذلك ضرر لذلكم الذي في الصف الثاني ولا يزال يصلي الراتبة، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تسوية الصفوف والعناية بها وإكمال الصف الأول الأول، فلا يبتدأ صف إلا بعد إكمال الصف الذي قبله، وما دام يوجد في الصف الأول فراغ فإنه يجب سده وإكماله. فإذا تكامل الصف الأول فإنه يبتدأ الصف الثاني، وإذا تكامل الصف الثاني يبتدأ الثالث، وهكذا. هذا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصفوف، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك، وكان يغضب إذا رأى خلل في الصفوف، ويقول صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. العناية بالصفوف أمر واجب، ولكن بعض الناس يتساهلون في هذا ولا يعتنون بالصفوف إلا ما شاء الله، وهذا فيه نقص عظيم. وتسوية الصفوف كما جاء في الحديث من تمام الصلاة، وأما من أقيمت الصلاة وهو في نافلة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يقطع النافلة ويدخل في الصلاة مع الإمام، وإذا كان أمامه متسع في الصف فإنه يتقدم إليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن العلماء من يرى أنه يكمل النافلة التي شرع فيها ويتمها خفيفة ثم يلحق بالإمام، إلا أن يخشى فوت الجماعة فإنه يقطعها، بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولعل الأقرب والله أعلم أنه إن كان في آخر النافلة فإنه يكملها، أما إن كان في أولها وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها، لأن ذلك يفوت عليه وقتا كثيرا لو استمر فيها. أما من لم يدخل في النافلة إلا بعد إقامة الصلاة فهذا محرم ولا تصح نافلته، إنما الكلام في من كان داخلا فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثنائها. أما أن يبتدئ نافلة بعد الإقامة فهذا محرم ولا تصح نافلته، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل فضيلة الشيخ صالح، ملخصه أنه كان مارا بسيارته في أحد الطرق ودهس قطة دون أن يعلم أنها كذلك وظنها حجر، ثم إنه توقف ليرى ما الذي حدث، ثم اكتشف الأمر فحزن حزنا شديدا ويسأل: هل عليه كفارة أو بماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه لم يتعمد وليس عليه شيء، لأنه لم يتعمد هذا، ولكن ينبغي لسائق السيارة أن يتمهل، خصوصا إذا رأى أمامه شيئا مشتبها فإنه يتمهل لدرء الخطر عن نفسه وعن سيارته، ولئلا يكون هذا الشيء من ذوات الأرواح، يكون من ذوات الأرواح فيقتله بغير حق. فعلى كل حال ليس على أخينا شيء في هذا لأنه لم يتعمد، لكن كان الذي ينبغي له أن يتمهل لما أقبل على شيء مشتبه، لكنه لم يفعل. فعلى كل حال ليس
عليه شيء. الحمد لله. وحتى لو تعمد فإنه لا يجب عليه كفارة، ولكن يجب عليه التوبة والاستغفار فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع يقول أحمد، وله سؤال يقول فيه: كان عندنا مقابر في العام الماضي تعرضت للسيول فتهدمت، وقمنا ببنائها بالطوب الأحمر، فقال لنا بعض الناس إن الطوب الأحمر الذي دخل النار يزعج الأموات، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. ليس هذا بصحيح، وقد أحسنتم في بنائكم على المقبرة وإصلاحها بعد جرح السيول لها، فإن هذا عمل جليل، حيث إنكم قمتم بإصلاح هذه المقبرة محافظة على حرمة أموات المسلمين، ولا مانع من استعمال الطوب أو الحجر أو الطين في بناء الجدار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندما يكون الرجل يسير هو وزوجته سواء في الطريق أو في الشارع لا يقول السلام على الناس، إذ أن بعض الناس يقولون إن ذلك غير جائز، فهل هذا صحيح؟ لا. البداء بالسلام مستحبة سواء كانت معه امرأته أو ليست معه. إذا مر بأحد من المسلمين فإنه يسلم، يبدأهم بالسلام، ورد السلام واجب لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. البداء بالسلام سنة، ورد السلام واجب سواء كانت معه امرأته أو ليست معه. وإنما هذا الكلام الذي ذكره السائل من كلام العوام الذي لا أصل له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا بعض الناس يقومون بزيارة الأولياء ويصلون عندهم ويذبحون لهم الذبائح ويطوفون حولهم ويعتقدون أنهم هم الذين يقضون حاجاتهم، مع العلم بأنهم مسلمون ويصلون ويصومون، ونحن نقوم بتوجيههم ونقول لهم هذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا يستجيبون لكلامنا، فهل من توجيه في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. زيارة من يسمون بالأولياء من أجل الصلاة عند قبورهم أو من أجل الذبح لهم والنذر لهم أو الاستغاثة بهم ودعائهم وطلب قضاء الحوائج منهم، هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر، وهو شرك الجاهلية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوتها إلى الإسلام وتركها عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله كذبة في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسماهم كفارا لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ويدعون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن هذا وسماه شركا، عمل هؤلاء الذين يزورون الأولياء ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويطلبون منهم الحوائج ويصلون عندها عند قبورهم، كلها هذا شرك بالله عز وجل. الصلاة عند القبور ولو كانت لله فإنها تكون بدعة، لأنها وسيلة من الشرك. وأما دعاء المقبورين والاستغاثة بهم والذبح لهم فهو شرك أكبر مخرج من الملة. الذين يفعلون هذا الفعل ليسوا بمسلمين، وإن كانوا يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله فإن هذه الأعمال لا تنفعهم، لأنهم أبطلوها الشرك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال من صلاة وصيام وحج ونطق بالشهادتين وغير ذلك، الشرك الأكبر يبطل الأعمال، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فعليكم أن تواصلوا النصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لتبرأ ذمتكم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بكم من شاء. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لو جمعت الرسائل التي تشكو من هذا الموضوع لشكلت مجلدا كبيرا، ولا زال المسلمون يستنكرون هذا ولله الحمد. البرنامج يرجو منكم كلمة شيخ صالح، نرجو من ورائها أن يتحقق النفع وأن ينتهي مثل هؤلاء عن هذا العمل الشنيع الذي يبطل أعمالهم كما تفضلتم وهم لا يعلمون. لا شك أن هذا واقع وكثير في الأمة، وذلك بسبب دعاة الضلال الذين يزينون للناس هذه الأعمال الشركية من شياطين الإنس والجن. فإن هناك دعاة للضلال قد فروا أنفسهم وجندوا إمكانياتهم لإخراج الناس من الإسلام إلى الكفر ومن النور إلى الظلمة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمجهودات هؤلاء أنهم يخرجون الناس من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من الإسلام إلى الكفر، من التوحيد إلى الشرك، ويزينون لهم هذه الأعمال، يحسنونها لهم ويشوهون لهم التوحيد والإخلاص لله عز وجل، ويسمون ذلك بأنه جفاء في حق الأولياء وبغض للصالحين وما أشبه ذلك من الكلام الباطل. ولا شك أن تقصير العلماء في الدعوة إلى الله وبيان الشرك من التوحيد وبيان الحق من الباطل هو الذي أوقع كثيرا من الناس في هذا الأمر، لأنهم يحتجون ويقولون: لو كان هذا شركا أو باطلا أو ضلالا لما سكت علماؤنا. فهم يحتجون بسكوت العلماء، فعليهم من الإثم بقدر ما ضل الناس بسبب سكوتهم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومع الأسف الآن الجهات التي تشتغل بالدعوة وتنتسب إلى الدعوة جهات كثيرة وجماعات كثيرة، لكن ليس لهم عناية بهذا الأمر، أمر التوحيد والشرك لا يلتفتون إليه في الغالب، وإنما جهودهم منصبة إلى أشياء جانبية لا تنفع إلا بعد قيام التوحيد وصحة العقيدة، لأن ذلك هو الأساس. فعلى هؤلاء الدعاة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعتنوا بأمر التوحيد وأمر العقيد، وأن يعلموا أن جهودهم وأن أعمالهم لا جدوى منها ولا فائدة منها ما لم يقم التوحيد الخالص وما لم تصلح العقيدة، ليعلموا أن عملهم هباء منثور لا قيمة له ما لم يعتنوا بالعقيدة ويصححوها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثيرا ما نسمع عن مؤتمرات، وكثيرا ما نسمع عن ندوات وبحوث ودراسات، إلا هذا الموضوع رغم خطورته لم نسمع أن مؤتمرا عقد من أجله، أو أن ندوة من الندوات عقدت من أجله حتى يتحقق توحيد الله في أرضه. هل من كلمة شيخ صالح؟ نعم، كما تفضلت أن الندوات والمؤتمرات الإسلامية واللقاءات كثيرة، ولكن ليس من بينها فيما سمعنا وفيما قرأنا ليس من بينها ندوة أو مؤتمر أو لقاء عن التوحيد والشرك وعن التماس الحلول الناجحة لهذه المشكلة المستعصية في العالم الإسلامي. لم نسمع ولم نقرأ عن ذلك شيئا، وهذا يدل على عدم المبالاة بهذا الأمر من كثير من الناس. وكما قلنا إن هذه المؤتمرات وهذه الندوات وهذه اللقاءات وهذه الجهود المكثفة لا تغني فتيلا ولا تنفع شيئا ما لم يعتن بالتوحيد والعقيدة وتصحح من قبل كل شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى هذه القضية إن شاء الله تعالى، لكن بعد أن نرى أثرا لهذا النداء الذي توجه به أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شيخ صالح، مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ح ح عين يقول: إنني والحمد لله قضيت فريضة الحج العام الماضي وأديت الفروض كاملة، إلا شيئا واحد هو أنني لم أبت ليلتين في منى نظرا لظروف السيارة التي كانت معي، لا أدري هل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن المبيت في منى ليلة 11 و12 لمن تعجل في يومين
وكذلك الثالث عشر لمن تأخر المبيت هذه الليالي واجب على الحاج، لأنه من مناسك الحج، ولا يجوز للحاج أن يتركه إلا لعذر منعه من ذلك. فإذا كان عذرك الذي من أجله تركت المبيت في منى كان عذرا قائما لم تستطع معه المبيت في منى فلا شيء عليك، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إن كنت متساهلا وقادرا على المبيت لكنك تساهلت وتركته، فإنه يجب عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم جبرانا لترك هذا الواجب. تذبح فدية من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة توزعها على فقراء الحرم كفارة لما تركت من واجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. والفدية يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن ومن حيث الصلاحية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم شين، سوداني مقيم في الطائف، يقول أنا سوداني مقيم في المملكة، أرسلت مبلغا من المال لأحد أقاربي بغرض التجارة على أساس أن يكون الربح بيننا بالمناصفة، وقد قام هذا القريب بشراء قطعة أرض سكنية ومجموعة من الغنم لم تبلغ النصاب من صافي الأرباح الخاصة دون نصيبه هو، فإذا دار الحول على هذا المبلغ الذي أرسلته كيف أزكيه؟ هل أزكيه بقدر القيمة التي أرسلتها أم أضيف إليها الأرباح؟ وإذا أضفت الأرباح هل أضيف إليها أرباحي الخاصة أي مع جملة الأرباح، حيث أني لا أعلم ماذا عمل هو بنصيبه؟ وهل خراج الزكاة يكون في السودان أم في المملكة حيث محل إقامتي؟ جزاكم الله خيرا. أولا الزكاة تخرج البلد الذي فيه المال، فإذا كان المال في السودان فإنك تخرج الزكاة في السودان، وإن كان المال في المملكة فإنك تخرج الزكاة في المملكة، وهذا هو الأصل. ولو نقلت الزكاة من مكان المال إلى مكان آخر للحاجة لكون ذلك المكان المنقول إليه أشد حاجة فلا بأس. أما عن قضية الربح ورأس المال فإن الربح تبع لرأس المال، يزكى مع رأس المال وحوله يبنى على حول رأس المال، الربح تابع لرأس المال، فأنت تزكي رأس مالك وتزكي معه الربح الذي حصلت إليه من نصيبك من المضاربة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا أعمل في بقالة وأحيانا أتناول شيئا منها فآكله أو أشربه استنادا إلى قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحة، ثم ينتابني الشك أي أن فعل هذا قد يكون حراما، فأبادر بتقدير ما أكلت أو شربت وأخصمه من أجري، وما زلت في هذه الدوامة، أفرجوا عني همي جزاكم الله خيرا. عليك بالتعفف لأن هذا مال غيرك، وإذا أردت أن تأكل ولو شيئا يسيرا ألا تأكل إلا بإذن صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا كنت تعلم أنه لا يمنع ذلك فلا بأس، أما إن كنت لا تدري فإن الواجب عليك أن تطلب منه المسامحة وأن تستأذنه بذلك إبراء لذمتك وابتعادا عن ما لا يحل لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.